السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي يكون الموضوع ديالها رائع، هو اعرف قدميك. هذه المسألة ديال اعرف قدميك أي شخص خصو يعرف القدم ديالو مزيان. علاش؟ لأنه إذا عرف القدم ديالو مزيان غادي يسهل عليه يختار الأحذية ويكون كيتمشى بواحد الراحة كبيرة، وغادي ينعم بالراحة طوال الوقت ديال الانتعال ديال الحذاء ديالو. ربما تكون معلومة غريبة ديال اعرف قدميك، لكن هي معلومة حتمية على الفرد أنه خصو يعرفها، لأن الأقدام ديالنا أشكال، الأقدام ديالنا غير متساوية كما يظن يعني البعض. لكن إذا كنت تبحث عن الأحذية والملبوسات الجلدية وتصليحها وكيفية الحفاظ عليها، فأنت مع الشخص المناسب رضوان السربوت على قناته السربوت كوير، ليمدك بمعلومات يعني رائعة حول الأحذية والمنتوجات الجلدية. إذا كنت جديدا فتفضل بالاشتراك كي يصلك كل جديد من القناة. مرحبا، لا تنسى بأن القدم ثلاثة أنواع، ركز عليها، ثلاثة أنواع. لذا كن حريصا على معرفة يعني قدمك. القدم الأولى هي القدم العادية أو القدم المستقيمة أو القدم المتوسطة، وهي التي يغلب طابعها على السكان العالميين بحوالي 60% وما أكثر، يعني هي القدم المستقيمة كما تراه. القدم المستقيمة يا سادة كما ترونها هي يكون قوسها غير مرتفع يعني كثيرا كما ترى في الصورة، يكون يعني قوس القدم من هنا غير مرتفع كثيرا، هذه تسمى القدم المستقيمة. 60% من العالم هم الذين ينعمون بالقدم المستقيمة التي مشي بها يكون مريحا، وتكون أغلب الأحذية يعني تكون تناسبها على العموم. لكن القدم الثانية وهي القدم المسطحة والتي نسبتها حوالي 20% وما أكثر، هي القدم المسطحة. القدم المسطحة كما ترونها قوسها من هنا شبه أرضي، وهؤلاء الناس يعانون كثيرا في اختيار أحذيتهم، لأن قوس قدمهم لا يوجد تقريبا، بل يكون على أنه يعني أرضي. هذا الحذاء يكون أو هذا القدم يكون له مشاكل عدة في المشي، لأنه لا يمتلك قوس قدم لا مرتفع قليلا ولا متوسط. 20% وما أكثر يعانون هذه المشاكل مع القدم المسطحة. أغلب هؤلاء يجب أن ينتعلوا الأحذية بأفرشة لتضمن لهم يعني امتصاص يعني الكدمات، لأن مشيهم يكون متعبا جدا. أما القدم المرتفعة القوس وهي القدم الأخيرة، وهي كذلك تشكل حوالي أقل من 20%. هذا القدم المرتفع القوس كما ترى، ارتفاع القوس بهذه الطريقة، هؤلاء يكون مشيهم في الأحذية شكل متعب، لأن قوس قدمهم يكون يعني أعلى، ويتعرضون للإحراج أثناء مشيهم ومعاناة يعني كثيرة. أغلب الناس الذين ينتعلون هذه الأحذية التي يكون قوسها مرتفع، ينصحهم الأطباء بأن يرتدوا مثل هذه الدعائم أسفل القدم. كيف تأتي هذه الدعائم؟ تأتي على هذه الشاكلة بهذه الطريقة. هذه الوسادة هي التي تضمن يعني المشي براحة. أي شخص له قدم على هذه الشكل، القدم المرتفعة القوس، يجب أن يتوفر على هذه الوسادة أسفل القدم لينعم بالمشي. لذا إذا اخترت القدم المناسب وعرفت قدميك يعني جيدا، فأنت تقدر يعني قدميك وستحصل على الحذاء المناسب. إذا عرفت قدميك جيدا فسوف يسهل عليك شراء يعني حذاء بطريقة يعني مفيدة لجسمك، وتضمن لك الراحة والسلامة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو رائعا وممتعا لكل شخص يود أن يعرف يعني شكل قدمه ليسهل عليه اختيار حذائه. رضوان السربوت يحييكم من ورشته السربوت كوير.